واحدة من لقطات المونديال دي، واحدة من لقطات المونديال، المونديال كله بقى من قطر عند صديقنا المميز دوما محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري. دي اللقطة اهي معاكم، نروح لمحمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من قطر. محمود اخبارك ايه؟ طمني الوضع عندك، انا عارف ان انت دلوقتي جنب المنتخب المغربي جدا. كل التحية ليك يا كريم، وكل التحية لمشاهدينك الكرام في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، تحديدا من سواف كالعادة. والنهاردة كانت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وبرغم خسارة المنتخب المغربي إلا أن احنا مبسوطين وفرحانين ومتشرفين أكيد بالمنتخب المغربي وبالأداء المنتخب المغربي عمله معايا، واحد يعني من أشهر المشجعين المغاربة اللي بنشوفهم دايما في كل البطولات الأفريقية، سواء إذا كان محمد شفري أو إذا كان عزيزو. ازيك يا شفري، اخبارك ايه؟ انت منور شرفي، منور دايما. تعالى بس كده، منور دايما الاستادات في كل مكان. هارد لك، ما تزعلوش، احنا مش زعلانين، كلنا فرحانين باداء المنتخب المغربي حتى لو حصوله على مركز رابع، بس ما كانش في حد يطمح لان هو نشوف المنتخب العربي في دور السيمي فاينال. بصراحه كده انا كنت عارف ليك تصريحات تلفزيونيه سابقه قبل المونديال، وتوقعت المنتخب المغربي يروح بعيد. عاوز اعرف رايك ورايك في اداء المنتخب المغربي في البطوله. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قبل ان ناتي الى مونديال قطر كان لنا منتخب قوي، رغم كان لنا مدرب اسمه خليل الفيج. لما ذهب خليل الفيج الفريق زاد قويا، لان وليد الركراكي، كتيبه وليد الركراكي، نادى على زياج، نادى على حمد الله، ونادى على مزراوي. هناك اكتملت الكتيبه وتلاحم اللعب مع بعضهم. الحمد لله كان منتخب قوي. قلناها في بعض القنوات أن نحن دائما لنلعب في كأس العالم، ليس في نزهة أو سياحة، لنلعب الأدوار الطلائية إن شاء الله. والحمد لله حققنا المرتبة الرابعة، رغم هناك تحكيم ظالم ظالم ضد فرنسا واليوم ضد كرواتيا، لكن كسبنا فريق، كسبنا جمهور مغربي، والحمد لله. المغرب مثل العرب والدول الإسلامية وإفريقيا، وحقق نتائج إيجابية، والكل يتكلم على المغرب. والحمد، والكلمة لابن الريان بعد مونديال روسيا والآن في مونديال قطر. قول لي يا ريان، رأيك في المنتخب المغربي؟ الحمد لله، هنا هذا المونديال صراحة عشنا أجواء رائعة، كسبنا هذا المونديال، ربحنا هذا المونديال. صراحة كنا نستمع ب 1986 التي كانت منظمة بالمكسيك. الحمد لله شفنا هذا المونديال، وشفنا ثقافة كبيرة بين العرب، وشفنا واحد تشجيع كبير من منتخب العربية، المنتخب الوطني المغربي، اللي كسب واحد الرهان كبير وكتب واحد تاريخ كبير باش يوصل للدور النصف النهائي. هي مش صعبة، ولكن كيجيب بالعمل والجد والكفاح. شكرا لوليد الركراكي، صراحة نستحق المركز الرابع. كما كنشوفوا اليوم كانوا هناك بعض التغييرات، كان في جهات كبيرة اكيد في المنتخب المغربي. اقول يا ريان، كانت هناك بعض التغييرات في اللاعبين في هذه المباراة، رغم كانت فيها مباراة الترتيب، ولكن اعطينا فرصة لبعض اللاعبين مثل بلال الخنوس، إلياس الشاعر، الصابيري، بدر بنون. يعني أن المنتخب الوطني كسب لاعبين، يعني المنتخب الوطني أعطى روح، هذه الروح القتالية لم نراها من قبل، لأن أعطى وليد الركراكي، جاء وحفز اللاعبين، وأتى قبل 3 أشهر كي يقوم بهذا المجهود ويعطينا هذا الصورة ويوصل هذا المنتخب إلى الدور النصف النهائي. صعب كثير، هذا لا يأتي بالمجهود. شكرا للجماهير المغربية على هذا التشجيع، صراحة برهنوا يستحقون أحسن الجمهور في المونديال. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا، لأن 90 دقيقة لا يسكتوا، يعني هذا التشجيع، حتى اللاعبين يكونون في خارجين من المباراة يدخلون في المباراة. هناك الطيران عشان بس مع الوقت معايا، عاوز اسالك يا عزيزو، هل توقعت بصراحة من قبل اول مباراة في المونديال المنتخب المغربي النهاردة نبقى واقفين قبل نهائي كأس العالم بيوم زعلانين ان المنتخب المغربي ما ياخدش ميدالية؟ هل توقعت ان احنا كلنا كعرب او كنتوا كمغاربة توقعاتكم ان احنا ممكن فعلا
نستنى حاجه زي كده تحصل ان احنا نبقى زعلانين ان هو ما ياخدوش مركز من مراكز ثلاثه الاوائل؟ ورايك اكيد في المنتخب المغربي ووليد الركراك. اوكي، تحياتي لك في الاول وتحياتي للجماهير المصريه كلها اللي دعمت المنتخب الوطني المغربي في الحضور دياله في المونديال، وتحيه لجميع الجماهير العربيه اللي ساندت المنتخب الوطني المغربي. اول حاجه باش نكونوا واقعيين، لان احنا المنتخب الوطني المغربي فاش جاء وحيد فاش جاء الركراكي جاء وكان الفريق كان كيف كنقولوا كانت انقسامات داخل الفريق، كان عندنا مشكل ديال كيف ما قال الاخ ديال زياج ديال حمد الله ديال الجماهير كتنادي بعوده حمد الله، كان عندنا واحد حلو اللي جيج اللي من هذا المنبر كنتمنى له كل الخير طبيعه الحال في المنتخبات ديالو اللي غادي يقودها. كان قرار خطير ديال الجامعه الملكيه المغربيه باش تقيل الواحد خلي زوج وتجيب وليد الركراكي، يعني هذا كان ترشح حد ذاته. كنقدم تحيه انا للجامعه المغربيه. عايز لو كل واحد يختار لي بس لاعب واحد يبقى هو افضل لاعب في المغرب في هذه البطوله. لما كنا نتوقع ان المنتخب الوطني المغربي غيوصل لهذه المرحله هذه، ولكن كنا تفاؤل باش نعملوا انجاز 86. هذا هو كان عملنا اكبر من انجاز 86. انا هسالكم سؤال، طبعا كابتن كريم رمزي سالوني بس انا عاوز اسالك، انا عرفت انت كنت في مصر. كنت في مصر في 99. كنت قاعد فين؟ بص يا كريم كان قاعد فين وهو لسه فاكر. كنت في حدائق القبة شارع ولي العسل يا مولي. كنت كان فين؟ يعني قاعد في حدائق قاعد في حدائق القبة شارع ولي العهد عند فين؟ سرايا مول. عند سرايا مول. طيب انا محمود ماشي، عاوز اسالك بس سؤال سريع، احسن لعيب في المنتخب المغربي من وجهة نظرك في البطولة كلها؟ انا والله اقول لك كلمة صح بدون كلمة بدون كلمة خشب، كلهم أدوا مباراة جميلة. سمي لي اسم، سمي لي اسم بسرعة عشان ما بقدر أقول لك. طيب اللي بعد. كل واحد يقدم مهمة. ماشي اللي أنت. أنا صراحة كل اللاعبين كنشد عليه الدم بحرارة، ولكن اللاعب اللي في رأي ديالي ماشي أعتقي تاليا، لا كان أقل يعني أكثر مجهود وأقل أخطاء، يعني تحياتي اللاعبين كلهم. أمرابط. 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 بسرعة ريان أنت قول لي مين. أنا نقول لك واحد. اسم بسرعة. بونو يستحق، ولكن يمكن نقول أمرابط زي ما انت شايفها كريم، يعني من كتر يعني جمال المنتخب المغربي كل مثلا حد من الجماهير المغربيه ما حدش بيقدر يقول لي اسم معين، وطبعا ده بسبب يعني اداء طبعا المنتخب المغربي وجمال اداء المنتخب المغربي الفردي والجماعي وكل حاجه. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمود شاكر من قطر بعد مباراه المغرب و كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.